جايز، معكم لارا من لارا فلوجز ومن لارز وورلد. النهارده الفيديو بتاع النهارده انا هعمل لكم الروم تور، هوريكم الاوضه من جوه. يلا نبدا. وسوري اللي انا بسجل الصوت كان مش واضح، دلوقتي انا هوريكم. اول حاجه هتشوفوها جنب مدخل اوضتي هو الحوض بتاعي، وبعد كده هتدخلوا الاوضه. بعد كده تاني حاجه هتشوفوها جنب الحوض المدخل، في علاقة فوق مش هشرحها. وعندنا هنا بوردة طباشير عليها كل الطباشير بتاعتي والماركرز. ودلوقتي دي السراحة بتاعتي، حط على التيشيرت هنا ده عرستين لو باربي وليلي. وعندي الشنطة دي تفتح ونقفلها، ممكن تحط فيها حاجات للعرايس عشان بظبط الكاميرا بس على الزاوية المناسبة. عندي اللوشن بتاعي مش مهم، عندي البوكس بتاعي اللي وريتهولكوا في المشترى اتحطيت فيه حاجاتي اهو، هو ده وحاجاتي كلها. وحاجة جاية هي الشنطة دي، وعندي البوكس ده، عندي اللوحة دي لسه هعلقها انا اللي عاملاها، وعندي البيانات بتتفتح وبتتقفل. في صورة مصورة المدرسة، انا هو في الطرف. استنى وظبط الكاميرا على حاجة مناسبة، بس انا هحاول ادخلها هنا. لا مش عارفة احرك، سيبها كده وخلاص. اوكي استنى بظبط حاجة. عندي وردة هنا ديكور، وعندي كرسي عليه عرستين، ده سرير وعليه دبدوبين اي تي اهو، وعندي ده سرير مالك بينام عليه، ده سرير لمالك لما يكبر عليه ألعابه بوني ونيمو. وانا عندي الدولاب اهو. ودلوقتي احنا دلوقتي انا هوريكو الكومود بتاعي. ده كومود في واحد تاني في الناحية التانية. ده دي لوحة كده هستعملها في فيديوهاتي الجاية في عرض وورلد. اهو عندي كومود تاني، وعندي كومود اهو، وعندي الديسكس بتاعتي عليها ألعابي. الوردة دي لسه بكملها، وعندي الكوستر بتاعتي والشاربنر، فهم يعني كل حاجة بتفصل. وعندي بينتينج تانية اهي بس مش هعلقها. دي الركن اللي عليه شنطتي، وده ديسك مالك. دلوقتي احنا هندخل البلاي روم بتاعتي. تكرر اللي دخلكوا في الأوضة دي بلاي روم بتاعتي. دلوقتي انا هوريها لكم من جوه. هنا عندي كزامة وعليها تابلت بيش هنا اهو، استنوا كزامة وعليها تابلت بيش هنا اهو، استنوا. وعندي هنا الدروج بتاعتي بشيل فيها حاجاتي، والسرير اللي الدورين ده، وعندي دونات سكوشي واو، وعندي دولاب هدوم، وعندي بوكس للعب وسرير كبير للعب وعربية وعربية. عندي هنا التريدميل بتاعتي يعني اللي انا ومامتي بتمرن عليها، وده جهاز كده للتمرين. عندنا ستابس كده نقف عليها نتمرن بيها، ده طاطم شو كده بس انا مش هشغلها. ودي البورد بتاعتي، ترابيزتي على الترابيزة بلعب عليها وبعمل فيها مشترياتي ساعات، بعمل فيها فيديوهات دايما. وده البورد بتاعتي اللي انا بكتب عليها حاجات ساعات. وده البيانو، وده البيانو بتاعي هنا، استنى مش هروح له دلوقتي،
استنوا، دي عربية مالك اهي، وعربيته التانية عربية كده ممكن تأخر فيها حاجات، وهنا ده البيانو بتاعي بتمرن عليه ساعات. او نو، انا مش اكسلنت اوي في البيانو. ودلوقتي ده كده الفيديو بتاع النهاردة، وتنسوش من لايك شير سبسكرايب، واديكم نوت متابعين لارز وورلد يشتركوا في لارا فلوكس، ومتابعين لارا فلوكس يشتركوا في لارز وورلد. باي.